صباح الخير بنات، كل عيرين لاباس، نتمنى تكونوا بخير. انا الان متوجهه الى المدرسه، خلي الدنيا في مدرستها وغادي انا المدرسه. ما تقولوش تضحكوا عليا، ملي كنقول لكم غادي المدرسه بالنسبه لي المدرسه كلشي، اننا نتعلم اشياء جديده. عرفتي البنات صافي اليوم واحد البرد، نعاود لكم كنت نخرج انا غير بالقميجه والسروال واحد الجيلي بكحل، قال لي الراجل مسخوطه راه غادي يقتل لك البرد. رجعت لبست جاكيطه الحمد لله شكرا ليه، سينون قتلني البرد ديال الصح. وصافي انا غادي دابا للستاسيون ديال التران، لكن اول حاجه درتها خليت دانيا ومشيت للكوري وصيفط لكم الضيوفه. كيعجبني نصيفطهم الصباح بكري، لحقاش ملي كنصيفطهم الصباح بكري كيوصل لكم دغيا، يعني ما كيتعطلوش. لهذا كنحاول دائما نصيفطهم الصباح بكري، لحقاش اغلبيه البنات كيتشريو من عندي كتكونوا ساكنين بعاد بزاف، لهذا كنمشي نصيفطهم. وصافي هادشي اللي كاين. نتوما اليوم بعدا ما قلت لكم اليوم اثنين، لحقاش ما عرفتش واش غندير لكم هذا فلوق كامل ولا غنجمع لكم فلوقات ديال ايام مختلفه، لهذا نبقى نقول لكم النهار. واكيد راه في الفلوق كنخلي لكم لاطات حديمه باش انا نعقلش من نهار سجلت لكم هذا الفلوق، يعني نعرف الا داز الوقت نشوف هذا الفلوقات نتفكر. صافي عرفتي البنات اليوم عجزت باش نوضو حق الله، هاد البرد اللي صافح عادي نقي تحت المانطه ما تخرجش منها، بقيت عجزت كما ديتكم كنجاني يمكن غادي للمدرسه وحتى كنا نتانا ما نمشيش، ولكن غنوض غنوض مديدا يلاه ما نمشي حتى انا اصلا قرب الامتحانات صافي ما خصنيش نبقى نفطر. شفتو على برد هذا شنو نقول لكم، الموت الموت الموت، ولكن خصني نمشي نقرا صراحه ما خصنيش نبقى نبطل باش نجيب نقطه مزيانه في امتحانات ان شاء الله. على برد ناري على برد واحد الوقيته قلت صافي غادي نطير غنمشي نشوف اليوم العائله فابور، البرد غيطيرني وصلني حتى المغرب. ما نحتاج لا طياره لا خلاص لا حتى شي حاجه فيه بيه. عرفتي البرد ني الله الا الناس اللي غادي كيعواجو بالبرد. بنات حنا خرجنا من القسم وغادي ندخل دروني نشوف شي حاجه، خاصه شي حلو ما عقلتش شنو، غندخل نشوف ونقول لكم. بنات هذه كوليكسيون جديده ديال شنو هذا توكيس عامية ريحه، كوليكسيون جديده ديال ايسينس عندهم هذه الريحه ما عرفش هذه ماسكارا يمكن صراحه ما عرفش شنو خرجوا، فين ما كنا نجيب سي ماسكارا بالقهوي وهذا بروتشا وهذا باليتاس هذا، المهم بلا ما نحلهم ها هما الالوان هذه كيهضر عليها كلشي لان احسن بيوتي بلاندر خرجوها ودروني جايبين هادي غير ميتاسيون، اما هي الفري الفري ديالها يمكن واش 7 اورو كتباع في واحد السيت خاص بهم، ولكن سمعت انه هادي يمكن ما عرفتش ديال دروني يمكن ماشي زوينه بحال هاديك، هذا ما عرفتش نخسر عليها الفلوس ولا لا، كنظنش يمكن. المهم عندهم انواع شوفوا ما كتشولوش ديا زاكي ماركة. شوف بنات مي لوريال خرجوا البيوتي بلندر ديالهم ما عرفتش جربتوها، انا ما عمري جربتها الا جربتها قولوا لي تعالى. هانتوما البنات اللي بغيتو باليطا ديال الهايلايتر هاو دروني، هادي من لا مارك ميك اب ريفولوشن، هادي واعرة هادي ما عمري جربتها ولكن جربتها يعني غير في يدي، روما ماشي اللي تهز زعما عندي في الدار، عاد عندهم هادو كاملين شفتوهم هادو الهايلايتر فهم دوينات بحق هادي طوب 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 الا بغيتو، انا ما عندي ديك السويلتا بارك عليا، والثمن معرفش كنظن 8 اورو فاصلة شي حاجة ولا 9 اورو. شوف بنات دروني جابو عرام ديال عرام بزاف ديال الماسكاريات هادشي كلشي صراحة، بغيت نجرب هذا شنو راه نجربو معكم ان شاء الله ديال البريو. شوفو هاد الشكل اسكا انا مورا انتيان يمكن ان تريس بوردو شبه هادو كيشهيو بالماكلة. كتشريو هاد الماركة راه دايرين 50%، ولكن في السكوندا وني دابا يعني في الثانية كطلع لكم 50%. صافي بنات خرجت من دروني خديت شي تخربيقات دابا نوريهم لكم، وباقي البرد ولكن ماشي البرد بحال الصباح البرد والريح سينو دابا غير الريح وشويه ديال البرد كما كتشوفوا لابسه الجاكيطه باش ما نهزش في يدي، حقاش اصلا ما كاينش الصهد يعني كاين واحد البريد زويون شي بحال ديال الصباح. واليوم كاينه معايا هاد البنت
جانيت مشات لعند خالتها باش تغدى. بلاد ما قلت لكمش اليوم شنو لبست، درت الزيف ديال دانيا شوب الكحل، الجاكيطه ديالي هذيك خديت شحال هذه من بريمار. سمحوا لي عشوف مي نشوف بالبرد. مهم جيلي الكحل نوري لكم شحال هذا، ما كيبانش بزاف ولكن جيلي كنبقى في القسم كنحيد الجاكيطه باش تبقى لابسه جيلي. قميجه بيضاء وسروال السبرديله كنت مصطفي مع نتين، وسروال من عنده هوتنيا من ستايل، وهذه تاهي مشي جيلي من ارموني واحد المحل اللي كيبيعو في انستغرام، وتاكدا كما قلت لكم من اوف سخفت من بريمارك. صافي هادشي اللي لبست ليه بصراحه. كضحك عليا قالت لي كتشوفي في رجليك ما عرفتش شنو كندير، ما فهمت والو مسكينه. كنوريكم السبرديله حقاش حمقاتني صراحه، عجبوني هذوك لي ديتاي اللي فيها. لو تبر لي وريكم مقوله ماري ميا حيره مع شعرها نسيتي تشوكي تاس مو بروكو بابور البيلو. بوينو كي شنو نقول لكم، ان شاء الله نحاول نخلي لكم هادشي يعني لاقيت لي ندير شي حاجه في لا بغدا نفوت، غنحاول نبقى نديرها ديما في الفلوق واخا تنسى داكشي اللي لبست في الفلوقات اللي كتشوفوها نخلي لكم في لا بغدا ان شاء الله. غنتكوح شويه دابا. مشي عند امير. ايه مشي عند امير. عندك عندك امير نمشي عندهم نمشي عند امير. ايه امير زوين زوين عاقاس كنتي صافي. ايوا صافي البنات عجبني كيف شعر دانيا كيبقى ليها من غسلتو ليها البارح. خليني نوري البنات شعرك، درت لها هذا البرودكت باش مشت لها السطوح اللي كنوري لكم ديما، قال شعر زوين. مهم صافي ديري باش خليني نسجلها. دنيا خايبه دنيا خايبه باش خليني نسجلك، وانت عزيزه على البنات انت زوين وخليني نسجلك باش البنات يشوفوك يضحكوا معاك. اشنو هادشي لابسه؟ ميا. اشنو هو؟ ميمي. ميمي يلا بنات خليكم خليكم كسينو ونتكوالو. قولي باي باي باي. مهم بنات طبعا تقنا شويه هذا من العصير تجمعت شويه الدنيا، الحقيقه كان الدار شويه مرونه من راه عارف راكم عارفين الصباح كنخرج هي خصني نجمع بالليل صافي. و نوجد الماء داني هنا كنحطو لهنا بقطبلة كزينو غادي نساه 100%. قالت ملي كتقاد ليها الماء كتقول لنا المعلمه نجيبو ليها، يعني كتقول جيبو ليها غير 6 ب6 ما تبغوش تجيبو يعني تنديو لهم بزاف. وهاد الطويده صافي نديو لهم الكوميدور باش تمسح لها وجهها لحقاش وجهها كما قلت لكم كيبقى لهم الا بكاو كيبقى لهم عينيهم مسخين بالدموع ولا راكم عارفين كيكونوا مروحين. لهذا ندير هذا الباكيت هذا ديال الطويده تبقى عندها تما صافي هادشي اللي كاين. بقيت وريتكم شنو خديت ندروني نسيت لحقاش جيت صراحه نسيت الصفحه في جد الدنيا المدرسه وكاين راك شفتو ما قديتش. خديت غير هاد السنيه ديال السنان خديت غير العادي لحقاش كناخذ انا واحد الواحد من لا ماركه شنو سميتها هذه الماركه. المهم راكم اورال بي زوين كناخذو من كاش مانبير بحق ما كانش عندي الوقت وسال لنا وما نقدرش نبقى بلا سنيه راكم عارفين شحال ضروري في الدار. هذا خديت غير هذا وصافي مكتوب فيه كيبيض ولا كما عارف واخا ما عارف. او خديت هاد الصباغه ديال ولا هاد الصباغه ديال ريفلون هي دايره كما كتشوفوا اكيد خصني نجربها وعجبني اللون ما عرفتش واش من ناحيه الشيف ما عرفتش كتنشف هي احسن دغيا اكثر من كاتريس ولا لا. ومكتوب هنا انا كتبقى حتى 70 بالنسبه للبنات اللي كتبغوا تخليهم يعني فيديوكم كنظن راسكم مزيان. المهم نجربها ونرد عليكم يعني جات كونات ياسين وشفت كتاكل كيمشي محبات لهاد جامبرز حاجه واعره. ايا 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 والمذاق ديالها بحال الكيسو بحال الفرماج بحال كتاكلي في الفرماج عرفتي لذيذة. بالنسبة لبنات ضاعت فرحتيني على بطاطا ايه رب السلامة. المهم البنات صافي صافي ما تذوقيش مامي واخ. المهم قلت لكم البنات بنينة بنينة بزاف بزاف كيعجبهم الفرماج. والبنات اللي كليتوها وجربتوها خليو لي في التعليق نشوف شحال من البنات قريتو هنايا. دنيا كاين البرد كاين البرد فيك النعاس هاي شكون فين النعاس شكون
ما حيرة فيها جيجا بيصبح خير نو هني اكيد برد بزاف شكون يا عزة شكون حبيبي شكون داني ما قدرش تمشي جاه البرد نقول سلام بنات انا مرشقش لي اليوم صباح خير بنات كيف صبحتوا كنتم تكونوا بخير كما كتشوفوا شتيوه كتصب ودرتها الزيف شتيوه صرا البارح دارته وعجبني كي جا معاونا نقول نمشي نديرو نمشي نديرو حقاش فكرتني فيه والله صخيخ كان مهم بنات على حسب الزيف راه كما كتعرفوا كنبيعوه انا فداني اشوف هادو ما بقاوش في السطوك ولكن ان شاء الله غنجيبهم لانه دابا البرد طوالين شو منها طويل ولكن من اللور طويل كثر طويل بزاف تقدروا تلوعوا جوج مرات وعريض ان شاء الله ما غنجيبهم غادي نعلمكم في انستغرام المهم الشتا كتصب واليوم يمكن غنوصل للمدرسه يا اما في عزقه كلي يا اما غنتقرب عشت قربيعه ما دايراش وعرفتي التران غادي يمشي عليا اوف انا موجوده الصرف هنا نوصل نقطع البي نقطع زعما سميتو الورقه ديال التران اوف وعرفتي السور ديالها كتزلق والله الا خايفه نتقرب عشت قربيعه كنزرب ولكن كنحط الخطوه بالثقل كنخاف نجيب شي تقربيعه ونتهرس من داري الله يحفظ يا ربي كيجي غزال ورشينا اليوم فرحانه لانني نعست مزيان البنات اليوم شوهتي شوها 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 وحق الله عرفتي شنو وقع لي دابا هاد التريكو اللي لابسه انا كما كتشوفوا كيبان هنا بحال مقلوب ولكن عنده جنابسي كما كيبانوا عاديين والجيب فيه بحال هاد الاستيهاد فين هو الجيب ها هو شفتوه ولكن ملي قلبته ما عرفتش واش كيتلبس بجوج جوايل حقاش عنده جيب ثاني المهم كنت مريحه ونرد البال خارج ديال التيكيت من جنب واحد التيكيت صغير هذاك اللي كيكون بالابيض وكتكون مكتوبه فيه الطايم هذاك عشان نرد البال بني نفس التريكو المقلوب جاب الله ما مشيتش للقسم صراحه ما معيقش ولكن غادي نبقى انكومود نقول ياك ما كتب ليش حاجه من هنا ياك ما معيق فهمتوا شوف والله شوف المهم اش غادي نقول لكم شي مرات مع صراحه كما قلت لكم هذا الستيل هذا ما كيبانش ها كيبان بحال دابا من هنا كيبان عادي ولا قلبتيه واخا كيبان داك الخياطه خارجه من هنا كيبان بحال هكاك الستيل ديالو لحقاش اصلا هذا المحل هذا كما كتعرفوا داك ايفا ترين اللي كان اللي كيوصلوا لي معهم الحوايج كيبيعوا الستيل هذا هيبي لهذا ما ديت ما جبت المهم جاب الله بدلت وصافي كما كتشوفوا هاد الدراتي عمرو بالماء وتخيلوا البنات في هذا القرن هذا ما عنديش نمد الله لانني اغلبيه كنت كنمشي بالطوموبيل يعني مع راجلي في هذا اي بلاصه وما كنحتاجش يعني نمد الله وغير البارح قلت لصاحبتي قلت لها عرفتي خصني نشري نمد الله ولكن ماشي هذوك المضلات اللي كيجي شي برد قاصح وكيطيروا خصني نشري شي حاجه كاليتي مزيانه باش ضرب لي هذا البرد ولكن ما عرفتش صراحه منين نشريها لحقاش ديال الشينوا كاملين خايبين اللي منهم ديال سرادي باريو الزارا كاع هذوك كيكونوا خايبين لحقاش اصلا ما داين تشينا مصاوبين الشينوا بغيت نجي شي حاجه تكون كاليتي مزيانه تبقى لي ديما ماشي ديما برا ندوز بها بعدا واحد البرد ولا جوج بردحت المهم صافي انا غنمشي دابا نديرو قلب في الانترنت نشوف شبان ليا شي محل وسينو غنمشي واحد المحل ديال الصباط عندنا تماك كيبيع هادشي كاليتي شويه نشوف واش عندهم شي حاجه تكون كاليتي مزيانه وصافي بنات انا دابا كنتجارى باش ما نفزكش بزاف شوف بديت كنفزك نمشي للقسم ايوا يلا نشوفو من بعد صافي بنات حنا يلاه خرجنا دابا من القسم طرقت لدي شريت تقضيه داكشي اللي خصني في الدار نوريكم صافي حنا دابا غادي للتران والشتا الشتا شوف نضاد العمر بالماء وينا غنمشي للدار غندير شي غديوه خفيفه يمكن ندير بيتزا اليوم لحقاش صراحه ما عرفتش قال لي ندير والو عيانه صافي هادشي اللي كاين كانوا ولادو بلا صافي بنات وصلنا هنا كانت جاره اخرين في على التران كانت كنا على الوقت صافي هادشي اللي كاين اش بغيت نقول لكم نسيت ها كنا كنهضروا دابا انا وهاد اللي كتقرا معايا وقالت لك توحشات كسكسو قلت حتى انا خصني ندير توحشتو شحال ما درتش ديما كناكلو عند ماما شوف بنات على الشتا شوفوا الجو شوف نضبب نضبب اليوم كاين السوق هنا صافي غادي للدار شي فزكت شوف
هاد العشيه نشري ان شاء الله من الله. قلت لكم غندير لكم واحد الفيديو كيعجبكم بزاف، خا يكون موضوع اجتماعي ان شاء الله، ما حد يجي شويه بكري نسجلوا لكم ومن بعد نحطوا لكم ان شاء الله. اسمع شنو لبست اليوم، لبست هذا الزيف هذا خلاني نشوف التريكو هذا والسبرديله، ما عرفتش وريتكم قبيله ما عقلتش بنات ثاني. يلاه جيت للدار ما عرفتش كتسمعوا الشتاء. المهم حرقوا لي البوله، درت لكم فيديو بالحقيقه بالضو بالرينغ وصافي، وكما كتشوفوا كاين الشميشه والو شويه الشميشه ما كايناش. المهم كما كتشوفوا باقا ندور شعلي. هدرت لكم واحد الفيديو على واحد الموضوع اجتماعي، اكيد تكونوا شفتوا الفيديو قبل، يمكن البلوغ لحقاش البلوغ نحطو تا نكمل هذا النهار هذا باش نحطو غدا، والفيديو يمكن نحطو هاد العشيه ان شاء الله. صافي نسيتو حيد الزيف لحقاش صراحه غير كنسالي شعري كنحيد الزيف مثلا الفيديوهات ولا هذا كنحيد الزيف، ونسيت راني كنسجل لكم بلوغ. صافي سمعوا سمعوا شتا تبارك الله ما شاء الله عيطنا على قد النفع. وصافي البنات دابا غنمشي نتغدى ونشوف ندير مونتاج لهذا الفيديو سجلت دابا باش نحطو لكم، ونبدا في المونتاج ديال الفيديو اللي سجلت لكم واحد داك الفيديو قلت لكم البارح ديال لي زاكسيسوار. وصافي باش نحطو هذا يمكن غدا ولا بعدو ان شاء الله، بعدو بعدو حقاش غدا نحط لكم فلوق. صافي هادشي اللي كاين، نمشي نتغدى البنات ونتلاقاو من بعد ديك الساعه. هاي البنات واخا ما كيبان لكمش الضو بزاف حقاش كما قلت لكم ما كاينش الشميشه، دنيا مشى جابها باباها من المدرسه، انا ما مشيتش بقيت هنا كندير شي شغل. ليك بنتي مشى بابي جابك اليوم نقول البنات السلام، كاع ما قلت لهم السلام في الصباح. دابا دنيا شربت حليبه دابا وغنمشي تكا واحد شويه ياك شي نعس يا مامي فيك النعاس. يلا قولي البنات السلام عليكم، قولي اولا اولا وي السلام بنات، غادي تخاصموا معاك ياك البنات، غادي تخاصموا معايا ياك غادي تخاصموا معاك البنات. يلا قولي ما بنتي السلام، انا صافي تعطي مبوزه، عطي ماي بوزه، عطي مبوزه لا ديري يديك ديري يديك باش يعرفوا ايوا هي عطاتكم بوزه. فنمشيو البنات نديرو واحد الميني سياستا ومن بعد ديك الساعه نتلاقاو نوريكم شنو خديت، نسيت كاع وريتكم شنو خديت من الديه ان شاء الله ديك الساعه نفيقو نوريكم. المهم البنات انا فقت من لاسيست وبنوريكم شنو تقديت من الديه، خديت عندهم هاد البيتزا هادي اللي كناخدها ملي كنكون بحال هكا ايامات مزروبه، اللي كنكون بوحدي في الدار ومكنبغيش ندير الغدا كيكون عندي شي حاجه، يعني كنقول الخدمه حس ليا ما نقضي على الوقت في الطياب حتى العشيه وندير شي حاجه، كندير هادي في الفران كنزيد عليها شويه الطول لحقاش فيها 4 انواع ديال الفرماج ومطيشه صافي كما كتشوفوا، والزعتر لهذا كندير عليها غير الطون صافي. هادي كندير 2 اورو شي 2 اورو 25 مع 2 اورو 30 صراحه زوينه، الخبز ديالها زوين كيعجبني بزاف. حاجه اخرى البنات اللي خديت هو هو الفرماج بحال ديك المره طريت حقاش سهله، خديت عاوتاني من عندهم حقاش مابقيتش كنمشي للميركادونا، وفاش كيمشي راه جيت قدرت حمرا كنسى ما كنقولش ليه يعني يجيو كنسى يا دابا ملي مشيت انا تفكر جبتو. عاوتاني خديت ابل من داني حقاش يلاه زال ليها صافي جاي وانا ناخذ كاع من عندهم تاني، وهاد المره فرصت ما بيت مرميت يمكن شي 4 من هادو، علاش لانه فات عليهم الوقت ما رديتش البال فاش شريتو بانه قرب يسالي، وهاد المره رديت البال سي انا ما غيسالي حتى لقيت البال هاد القضيه البنات حتى 21/11 هذا سي غيبقى لها، ما هذيك المره نسيت ما صراحه ما رديتش البال، لهذا اخر مره باش نعطي لها جيت نشوف في التاريخ باش نشوف زعما الحبه باقي لي وفا ونلقى صافي يعني وفا بيومين صافي نقش خديت نعطي لها نجوم قهوه البنات قهوه حتى ثلاثه ديتي اختي غير عدي واخا ماما نعطيك غير عدي حتى نديرو التحليه. الحمد لله بنتي الحمد لله الحمد لله، يلاه حتى ندير التقديه الكبيره وصافي ما تقولش الله يلاه زدت سكافينا هذا ما رديتش البال يلاه رديت هذا معاك واي كمال انا كنبغي نكون في كافينا. المهم خديت هذه تا هو سالي ليا الكون ديالي المفضل عندي هو هذا ديال دوب الاوريجينال هذا ديال هاد الطاقه الزرقاء والاخر ما كيعجبنيش. وصافي البنات هادشي اللي خديت هادشي اللي خديت من الحاجه الضروريه وصافي.